كويك توك مع شادي بلان في رمضان. كويك توك اليوم معنا فنان نجم، معنا دقيقة ونص في 10 أسئلة بدنا جوابات سريعة وعفوية كمان عشان يلحق الفنان اللي معنا. معنا الفنان مهند خلف. مرحبا مهند. يا هلا شادي، كل عام أنتم بخير، رمضان كريم. يا هلا شادي، رمضان كريم. تمام، بلشنا كويك توك. أنجح أغنية من أغنياتك مهند خلف شو معناته؟ تعال ولا زفت مهرجان برأيك؟ زفت مهرجان. وصلوا وصلوا هاي حبايبنا، وصلوا 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 هاي حبايبنا. أنجح أغنية مشتركة قدمتها، ويلي من العشق مع أنس طباش، توبي مع حسين السلمان، ولا فلسطين تاج على الراس ماهر حلبي؟ فلسطين تاج على الراس. فلسطين تاج على الراس، في العين وفي قلوب الناس. فيلم مفضل من بين هالأفلام؟ السفارة في العمارة، عادل إمام، الليمبي، محمد سعد، ولا العار لنور الشريف؟ العار. فنان بتحب تعمل معه ديو بالفترة القريبة؟ أمير دندن، زهير فرانسيس، ولا إياد طنوس؟ إياد طنوس. عم تسمع راديو بتطلع أغنية بتكيف، إذا كانت هالأغنية لراغب علامة، لمحمد منير، ولا لإيهاب توفيق؟ إيهاب توفيق. طلعين سهرة أنا وإنت، مين منخد معنا منكيف معه؟ توني قطان، هيثم الشوملي، ولا ماهر حلبي؟ أوه. نرفع نخد تنين، مش مشكلة. توني قطان، هيثم الشوملي، ولا ماهر حلبي؟ يعني هو حيرني بس أنا ماهر حلبي. نفسك تغني مع هديو، شيرين، لطيفة، ولا أنغام؟ شيرين. أغنية عجبتك من هالأغاني بالفترة الماضية؟ لا تغيبي، زوجوها، ولا أخيرا قالها؟ زوجوها. زوجوها. بتفضل بناتهن الشاي، العصير، رمان، ولا قهوة عربية؟ الشاي. الشاي. مهند خلص الوقت، نقول لك رمضان كريم، في مهمة بسيطة إذا ممكن أنه تغني لنا أغنية زوجوها ماهر حلبي. ظلموها وظلموني، رموها وحرموني. لا لا، شكرا مهند خلف، نقول لك مبروك كمان على المرتبة الأولى. الله يسعدك. شكرا ورمضان كريم. الله يخليك. باي باي مهند خلف، كل عام وانت بخير، رمضان كريم. وين من العيش يا هلا.